بعد أن طالت فترة الوباء، أهمل بعض المواطنين اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لوباء كورونا في مختلف المجالات كالأسواق والمحال والقطاعات العامة والخاصة. هذه الحالة ولدت تخوفاً وتوجساً مما هو قادم، خاصة مع احتمالية الدخول في موجة جديدة قد تفرض إجراءات غير محبذة كالعودة للإغلاقات والحظر بمختلف أنواعه. بدت الحالات تتزايد داخل البلدية، ونناشد من هذا المنبر المواطنين والحرص على سلامتهم. لابد من عدم التزاحم وعدم الازدحام في المناسبات الاجتماعية وفي العزوات وفي الأسواق. لابد الإنسان يكون حريص ويكون حافظ على سلامة المواطن وسلامة داخل البلدية وادعتها، لأن الحالات بدأ فيه تزايد، ولا بد من الحرص والمحافظة. وبات الالتزام بالإجراءات الوقائية مغيبا عند البعض، لا سيما وأن خيوط الجائحة ما زالت تتمدد في شتى بقاع العالم، ولا يمكن التأكيد بأن الجائحة انتهت لأن الدولة ليست بمعزل عن غيرها. طبعا في الوقت الحاضر نحن من خلال بلديتنا لاحظنا أن فيه زيادة في عدد الحالات الآن. طبعا نحن يعني تحليل البي سي آر لفترة شوية كان واقف للسبب اللي ذكرناه سابقا، ولكن ان شاء الله يعني احتمال بكره او بعد بكره حنستأذن الفريق الجديد اللي تم تشكيله في بلديه وادي عتبه، وتم تحديثه وبلاغ المركز الوطني بالاسماء. ونطلب من المواطنين يعني اخذ الحيطه والحذر، وطبعا على حسب التعليمات اللي صادره من إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، طبعا نبدأ من رفع درجة الاستعداد في مركزي العزل الفترة. إلى ذلك ناشد مركز العزل توفير المعدات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا تزامنا مع انتشار السلالة الهندية، والتشديد على المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والالتزام بالمعقمات والتباعد.